مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. احنا ماذا بينا اليوم نتكلموا على هذا الفينومان هذا اللي هو الافراط في الاكل او الشراهة كما يقولوا ولا فقدان الشهيه. فقدان الشهيه عند الاطفال هو الاكثر رابور على بوليمي. صادفت حاله انا لاول مره اني استغربت كيفاش نتعامل مع ديك الحاله. انسان باغ اكزومبل الام انها لما ترفض هذا الصغير تقول لك انا يتغير الوزن تاعي نتبدل ما نقعدش جانفي كيما كنت، انا ديجا راهو نرفض. حصتكم اولادنا تحت جناحنا الموجهه لكم يا اولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم هو الافراط في الاكل وفقدان الشهيه لابوليمي الى انوركسي. حبيت نتكلم على موضوع الافراط في الاكل كتجربة عشتها مش كأم، كخالة في بنت أختي. تي لا مامو لازم تتبع الطفل تاعها، دونك لازم توالفو ملي يكون صغير توالفو نظام غذائي طبيعي عادي. هذاك اللي رقيق وماشي جايب روحه دائما عنده مشاكل صحية. إذن يا أولياء مسؤوليتكم أنكم تنتبهوا لأولادكم كي يبداو ياكلوا مام هما يكونوا صغار دي بيبي، نوعوا لهم في الأكل وما تفرسيوهمش وردوا بالكم، والأخصائي النفساني والطبيب في انتظاركم لأي استشارة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام، شكرا شكرا. نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدنا، نحب علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.